يقول لدي عربة أعمل بها في الطواف والسعي داخل الحرم، وأشترط على من يريد ركوب هذه العربة والطواف به أو السعي أجرا معينا، هل في ذلك شيء؟ إذا كان هذا خارج المسجد تتعاقد معهم خارج المسجد فلا بأس، أما أنك تعاقد معهم داخل المسجد هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، ومنه التأجير لا يجوز.